دايرين صافا عشري مقالي هذاك البلان ديال ملي ما كتكونش باغي الحاجه كتصدق ليكم ملي كتكون باغي ما كتصدقش. المهم فقت الصباع على اساس انني نمشي للسوق نتقدى شي خضيره نضرب دوره في الشوطي ونهبط في حالي ما كنتش عاون نصور كاع. دخلت للسوق بحال هكا كنت نضرب شي طليله على مالين دجاج مشيت لقيت داك الدري اللي بالي السمان هذه شهر جوج كره ديال السمان مشيت عنده لقيت واحد مفرش السمان تما قلت له واش داك الشيء قال لي لا قال لي ولكن الا بغيتي نختار لك شي حاجه مرحبا حتى انا ماشي من العاكزين قلت له انت اختار مشي جيب كرتونه مشي جبت كرتونه رجعت اختار لي 8 ديال السمانه زوين ولا نتواش قال لي واحد راه قربت تبغي لك دابا نيش ومره ناسي تقايلين فهمتي صحين على الذكور اش نحدي الا خرج من هنا خديتهم ب 10 دراهم 10 دراهم للوحده وفيهم جوج انواع كاين واحد النوع بحال هذاك اللي عندي في الدار الذكوره وكاين واحد النوع فيه كري كامل سو غادي نتحركوا دابا انا وصلت الدار كما كتشوفوا فلوق على غفله ما اش كاميرا دير اخر كاسي ليها ما كاين لا حجر صحي لا والو غادي نلوحو مع السما النيشان خاصنا غير نقسم ما بيناتهم وبين الحمام البارح ما قسمش بيناتهم في الليل الفكر كاين قبل ليا السمان السمان اش نخليهم هنا الصباح لقيت نتوما نعسى في الطاجين وقيلا بغاو يبنو العش مازال ما دارو فيه والو اني واي دابا غادي نقسم ما بيناتهم وبين السمان كيما كتشوفهم حلو السمرة هو اللي ما غاديش يبان لكم ندير لهم غير كريج مؤقت على مرة من السوق نقد لهم وانتظرت لهم التخربيق هنا شو هاد النوع هذا بلاش نوريكم كيوت وما كيفركلوش بحال هادو اللي عندي كتشدها في اليد هانية اتس اوكي غلاف دار سو كيوت صاحب نسوي غلط على الديكور خافوا منا هذا كيكون الكرش هذا مش هتدور شد الكورة هذاك ديك اللوراني هو تنق باش اصاحبي قبل نذكر واش هادشي عادي ولا رونو كينقبهم هذا هو الذكر اللي كان عندي هذا هو وهذا بس غير كينقب فيهم لا لا ديك كيوش ما تنقبهاش اصاحبي خاصنا نقطع على المقار اللي ما كنساه شي على الوين كاين جوج اشكال كاين هذا الشكل وكاين هذا هذا كري ما فيهش بزاف ديال الزواق وهذا فيه بزاف ديال الزواق وهذيك اللي كيوش تكثر ثاني شو شهر غلاب هذا شكله هانتوما باش تفرقوا ما بين الذكر والانثى الذكر كيكون عنده ستر ما فيه لا زواق لا والو كيكون صفر شتي نتيوا كيف انقاطع هذه دابا نتيوا
وهذا تذكر اللي كان عندي قديم هذا. كدير ها اش كدير بسم الله انا واش نخليهم دابا يتوالفوا ومشرجع السوق باش نشوفك ما نلقى شي حاجه ونرجع نشوف بيضه شي دجاجه ثلاثة ديال البيضات الصباح. شوف الالوان ديالهم مختلفين اصاحبي بلا سر الكاميرا نمشي نبيعهم في السوق نيت بجوج دراهم. شنو عندنا؟ 6 دراهم، 2 دراهم البيضه.